أهلا بكم من جديد. يستعد الرياضي الأردني زيد مصطفى لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة في باريس بعد تقدمه بشكل كبير في التصنيف العالمي للتايكواندو. الهدف الرئيس للرياضي الشاب الذي قفز من المركز 38 إلى المركز الثاني عالميا في عام واحد فقط ليس مجرد البقاء في قمة لوحة النتائج، لكن الفوز بميدالية في باريس. أول 2022 كان تصنيفي مصنف الحمد لله، كنت مصنف 32 وزن أولمبي. الحمد لله أنا اليوم بشهر 1/2023 أنا في تصنيف الثاني أولمبي، والحمد لله طبعا يعني هذا مداتني فراغ إذا متعب كثير جوي المفروض كثير صعبة. أحس حالي إنه أنا خلص 100% رايح بهي حالي، بس أنا دائما كنت بعطي عندي يعني خلص من 2000 بعد أولمبياد طوكيو أنا حاطط هدفي أولمبياد باريس، فأنا قادر إن شاء الله أنا أجيب ميدالية. من عمان نرحب بزيد مصطفى لاعب التايكواندو الأردني الدولي المصنف الثاني عالميا. أهلا بك زيد، يعني من المرتبة 38 إلى المرتبة الثانية لا شك بأنها طريق صعبة وشاقة وفيها الكثير من التحديات، حدثنا عن هذه التحديات وكيف استطعت أن تتبوأ هذه المرتبة. صباح الخير أول إشي، وبشكرك كثير على الاستضافة الحلوة. أهلا وسهلا. أنا بأول 2022 كان تصنيفي 38 بالوزن الأولمبي. أنا بشهر 1/2023 صدر تصنيف جديد للاتحاد الدولي، كنت مصنف الثاني على العالم. سنة 2022 كانت سنة كثير صعبة علينا كلنا، كانت سنة مليئة بالبطولات، مليئة بالمعسكرات. كانت أولها بطولة جراند بريكس اللي هي الجائزة الكبرى اللي بتضم أول 32 لاعب العالم بروما. كانت كثير صعبة، كانت أول مشاركة لي في هاي البطولة. وبعد للأسف غادرنا زيد مصطفى لسبب تقني، ريثما يعود إلينا زيد مصطفى. نعم، عاد مجددا معنا زيد. وبشهر 7 لعبت في بطولة آسيا في كوريا، حققت المركز الثاني، خسرت مع البطل الأولمبي الأوزبكي. وبشهر 9 لعبت في الجائزة الكبرى الأول 32 على العالم، والحمد لله حصلت على ميدالية فضية، ووقتها فزت على البريطاني المصنف أول على العالم، وهاي هون كانت حافز كثير كبير لي. وبشهر 10 لعبت برضه جائزة كبرى أول 32 لاعب على العالم، وجبت برضه ميدالية فضية. وآخر بطولة اللي هي كانت بطولة الجائزة الكبرى اللي هي بتضم أول 16 لاعب على العالم، هي كانت أصعب بطولة لنا بالتايكوندو، الحمد لله جبت ميدالية ذهبية. والحمد لله أنه بسنة 2022 انتصرت على أول الكل اللي كانوا على منصات التتويج في أولمبياد طوكيو، وأنا فخور إني أكون أول عربي بجيب ميدالية ذهبية ببطولة الجائزة الكبرى. طيب يا زيد، يعني بعد هذه التجربة والميدالية الذهبية التي حصلت عليها، تستعد الآن لأولمبياد باريس، كيف هي الاستعدادات، ساعات التمرين؟ حدثنا أكثر عن النمط الغذائي اللي عم تتبعه في هذه المرحلة، الدعم من جانب الأهل ومن المختصين في هذا المجال. طبعا أول شيء بحب أشكر اتحاد أولمبياد التايكوندو، وأكيد الداعم الأول أهلي. احنا هلا ان شاء الله بتحضيراتنا لاولمبياد باريس، احنا بنتدرب كل يوم تدريبين، ساعتين الصبح وساعتين المساء، جيم وتايكوندو. واحنا ان شاء الله احنا هسه هدفنا الوحيد انه نتاهل من اول 6 على اولمبياد باريس، اللي هو التاهل المباشر، اللي هو لازم نضلنا من اول 6 على التصنيف من هون لشهر 12. وهذا إشي يعني مش سهل ولا صعب، وإن شاء الله مع التدريب وكل شيء بيصير. إحنا عنا أخصائي تغذية بريطاني
اخصائي تغذية رياضي شغال معنا كفريق التايكوندو، هذا إشي كثير بيساعدنا. بتعرف التغذية لها جزء كثير كبير من بالرياضة يعني، واحنا لعبتنا فيها اوزان، فاحنا دائما بننزل وزن وبنزيد وزن، فهو كثير بيساعدنا وهذا إشي كثير بيساعدنا. واحنا السنه هاي عندنا كثير بطولات، عندنا بشهر 5 بطوله عالم، وعندنا بشهر 9 الالعاب الاسيويه، فهي كلها عندنا كثير بطولات، عندنا اربع بطولات الجائزه الكبرى، فهي السنه ان شاء الله راح تكون مليئه بالبطولات، وبتمنى انا احافظ على جائزتي واكون اول اردني انه اكيد بتاهل من اول 6. زايد، الاردن شاركت في اولمبياد طوكيو ب 14 لاعبا، وربما هي المره الاولى التي يشارك فيها الأردن بفريق مكون من هذا العدد، وفي رياضة التايكواندو بالتحديد، وحققت بعض النتائج وصفت بالناجحة. السؤال هنا، هل رياضة التايكواندو لها شعبية في الأردن، أي أنها مدعومة مجتمعيا ومن جانب السلطات أيضا؟ نعم، احنا حققنا بطوكيو ميدالية فضية عن طريق البطل صالح الشرباتي، هذا انجاز كثير كبير للتايكوندو الاردنيه. التايكوندو تقريبا هي اكثر رياضه صارت شعبيه بالاردن، يعني تقريبا اكثر من كره القدم. تقريبا بين كل نادي ونادي صار في كثير انديه، يعني عدد لاعبين تايكوندو بالاردن صار عدد كثير كبير، عدد كثير خيالي. انه رياضه التايكوندو بالاردن هي رياضه ناجحه، زي ما بتعرف الرياضات الفرديه بالاردن ناجحه وهي دائما بتجيب انجازات، فصارت اغلب الناس تودي اولادها على رياضه التايكوندو، وانا بنصحهم ان يودوهم على رياضه التايكوندو. ورياضه التايكوندو لها دعم من اللجنه الاولمبيه ومن الاتحاد الاردني للتايكوندو، لها دعم كبير. شكرا جزيلا لك من عمان، زيد مصطفى لاعب تايكوندو اردني دولي مصنف الثاني عالميا.